صباح الخير عليكم، لاباس عليكم؟ بخير، صحة لاباس، نهاركم مبروك، يدخل عليكم بالصحة والسلامة. ألوغ اليوم إن شاء الله غنديرو واحد طاجين. عندنا اليوم الغداتي غندير طاجين بالقرقع، القرعة والقوق، القرعة ديك المدورة والقوق، وغادي ندير في شلاضة غندير اللوبيا بيضة، غنحطها في الطبيصلات ندورها، وغنزيد شي سلاد مطيشه والفلفله. ولكن دابا غندير معكم، بعدا غندير اللوبيا هي الاولى. طيب هاد اللوبيا مفزقاها بحال دركا، تنشري كيلو تنفزقو كامل، تنقيه وتنفزقو، وتندير القياس ديالي، والشي الاخر تنديرو في الكونجيلاتور الساعه اللي بغيت نجبدو تنجبدو بحال هذا نيت. ها هو مفزق وكلشي ومدير في الكونجيلاتور. واليوم بغيتو هذا سميتو، مره تندير العدس كوم سالاد، مره تندير هكا اللوبيا. دونك دابا جبتو، دونك غندير اللوبيا، غندير القياس تاع الماء، وغندير واحد 4 طريوز ديال الثوم صحاح، وغنديرها بعدا تسلق، ما غندير فيها لا ملحه لا حتى شي حاجه حتى تسلق، لان الملحه ملي تديروها من الاول هادو هاد الشيء هذا ما تيبغيش يطيب دغيا. دونك خليو الملحه حتى تسلق لكم اللوبيا وداك الشيء، وعاد ديك الساعه غنضيفوا العطريه ديالنا، وغنضيفوا ما تبقى من المقادير. دونك دابا اول حاجه غادي ندير هاد اللوبيا بعدا تسلق مع الثومه. فوالا، دونك صافي انا غندير لها القياس الماء، وغادي نديرها تسلق ونتلاقاو باش نصوبو الطاجين. وفي الاول ما تغطيوش عليها، خليوها فين غطلع، هي راه مفزقه، راه ديك الكشكوشه ما غطلعش بزاف، حتى طلعات غطلع غير واحد الرغوه صغيره صافي. ولكن احتياط، ما تسدوش عليها في الاول حتى تحيد ديك الكشكوشه كلها اللي تطلع بيضه، عاد ديك الساعه. دونك كيف قلنا دابا درنا القرعه، درنا اللوبيا كوم سالاد، درناها شلاضه، درناها طيب. دابا غادي ندوزو للطاجين. الوغ بالنسبه للطاجين، هاد الطاجين غنديرو بالقوق والقرعه، القرعه هادي المدوره. دونك عندي القوق لي زارتيشو والقرعه، هاد لي كورجات هادو. دونك عندي في الطاجين غندير شويه ديال الزيت، غندير اللحم باش يتقلى ومنها يطيب، لان القرعه والقوق ما محتاجينش انهم يطيبوا بزاف الوقت بزاف باش يطيبوا. دونك غندير بصله مشلطه رقيق، وغندير الملحه، البزار، الطامه ديال الزعفران الحر، دي معلقه صغيره ديال السمن، اللي ما بغاش السمن، اللي ما تيبغيش ريحه السمن يدير معلقه الزبده. بس تقوني في هاد الطاجين تجي هاد المعلقه الصغيره تاع السمن تزيد واحد النسمه لذيذه بزاف. دونك غادا ندير واحد نقيطه ديال الماء على ود العطريه باش ما تحرقليش صافي، وغادي نخلي الطاجين يتقلى، ومن بعد غادي ندير ليه الماء الكافي، وغادي نخلي اللحم يطيب، وندوزو نقيو حنا الخضره. غادي نقي دابا القوق ونديرو في الماء الحامض، والبطاط هذا الكورجيت حتى هي غادي نغسلها ونحيد لها هادو هكايا، ونقطعها على جوج، نحيد لها شويه من الزريعه ديالها. دونك نتلاقاو. دونك هنايا من بعد ما اللحم بدات يدخلوا الطياب، ها نتوما صافي دخلوا الطياب. دونك دابا غادي نبدا نستف الخضيره ديالي. ها نتوما القرعه قطعتها على 4 وحيدت ليها شويه من داك الزريعه بحال هكا،
هكذا، وشويه من هاد الزريعه، ها انتم شفتوا الزريعه فين تتكون متراسيه، حتى لهنا حيدتهم هكذا. غادي نقيها، والقوق حتى هو يقسمتو على ربعه. بعدا بهنايا غادي نقاد الخضيره، نقاد شويه تاع القوق، انا نبقى غادا و تنستف ديك الخضيره. ديرو شوية القوق، شوية ديال القرعة في كل شي جناب، هكذا وغادي نضيف شويه الماء الجهد اللي يكمل ليا طيابه اللحم. هكذا غادي ناخد شويه الزعتر، نحكوه كذا بين يديا ونرشو على الطاجين، نضيف شويه واللوبيا حتى هي طابت هكذا صافي. وغنضيف شويه ديال الماء اللي غليان، غليته صافي، وغادي نرد الطاجين يكمل الطياب ديالو. فوالا صافي، وغادي غادي نغطيه ونردو يكمل الطياب ديالو. نتلاقاو ان شاء الله من بعد. غندوزو دابا اللوبيا راها طابت، غندوزو نكملو لها العطريه تاعي. الو هنايا من بعد ما طابت اللوبيا صافي، تنقيسوها تلقاوها انتما شفتو طابت. تناخد هاد الثومه تنمعكاه كدايا في الجناب باش نهرسها اللي درت صحيحه. هاهي صافي، تنخلطها. دونك غادي نضيف كزبر ومعدنوس، غادي نضيف بصله ومطيشه محكوكه وحيده وحيده، بصله محكوكه ومطيشه محكوكين في الحكاكه الرقيقه، في الجهه الرقيقه ماشي رقيقه كاع، هادي باش ما يبقاوش لكم الطروفه غلاض. غندير الملحه والبزار، شويه البزار، شويه ديال الملحه، انا ما درناهاش في الاول ملي تسلق. عندي قزبر يابس، هاد المعلقه صغيره، عندي التحميره، عندي الخرقوم بلدي،
عندي شويه الكمون واحد نص معلقه، شويه الكمون، شويه ديال زيت العود، وغنخلي شويه حتى الاخر اللي نبغي نحطها في الطبيصلات ونضيف شويه. دابا غادي نرجعها طيب، دابا هي طيبه، غادي نرجع هاد العطريه تشربها مزيان وطيب ليا ديك البصله والملحه صافي، ونحيدها وتقدم ان شاء الله بالصحه والراحه. دونك الطاجين ديالنا هو هذا، انتوما تيجي تيشهي مع طبيصه اللوبيا، فوالا وبالصحة والراحة. ميام ميام ميام.